بسم الله الرحمن الرحيم. مثال لحساب القوى على سطح مستوي مستطيل. عندنا بوابة ريكتانجولار جيت، بوابة مستطيلة ارتفاعها 8 متر 8 فوت العفو، وعرضها 4 فوت اللي هو البعد العمودي على الرسم. هاي البوابة تميل مع الأفق بزاوية 60 درجة. هاي البوابة هي أحد جوانب حوض ماء مثبتة من الأعلى باستخدام كيبل ومن الأسفل باستخدام هنج. المطلوب بالسؤال هو حساب مقدار الشد بهذا الكيبل بسبب وزن البوابة وبسبب القوة اللي سلطها الماء. طبعا البوابة وزنها 800 باوند. ففكرة الحل بالشكل التالي: وزن البوابة 800 باوند يأثر في المركز الهندسي للبوابة اللي هي ارتفاعها 8 فيأثر على بعد 4. هاي حددنا القوة اللي هي الوزن. الخطوة الثانية لازم نحسب مقدار القوة اللي سلطها الماء ونحدد موقع تأثيرها. طبعا الماء ما يغطي كل البوابة وإنما يغطي جزء طوله 8 فوت 6 فوت العفو 6 فوت من البوابة. فإذا بما أنه الجزء الغاطس من البوابة مقداره 6 فوت، إذا الواي سي يكون على بعد 3، على بعد 3 خاصة في السائل الحر وهذا 3. بما أنه البوابة مستوية إذا القوة تساوي لنا جاما بالإتش سي بالأريا. الإتش سي شو يساوي لنا؟ الواي سي قلنا بما انه الطول المعرض للسائل مقداره 6، اذا المركز الهندسي على بعد 3، اذا الواي سي يساوي 3، الاتش سي راح يساوي لنا الواي سي ساين 60. اذا الاريا هنا هي مو مساحه كل البوابه اللي هي 8 في 4، وانما فقط الجزء المعرض للسائل اللي هو 6 في 4. فاذا القوه راح تساوي لنا جاما اللي هي 62.4 في الاتش سي اللي هو واي سي ساين 60 63 في المساحة اللي هي 6 في 4. حسبنا مقدار القوة اف ار. موقع هاي القوة وراح يكون يساوي لنا الواي، موقع المحصلة موقع تأثيرها يساوي لنا العزم حول السنترويد، حول المحور اكس اللي يمر بالسنترويد اللي هو هذا المحور اللي يمر بالثلاثة، على اي بالواي سي زائد الواي سي. الواي سي قيمته 3 فوت. العزم حول المحور اكس اللي يمر بالسنترويد قلنا على بعد 3 اللي هي الجزء الغاطس مقداره 6، راح يساوي 1 على 12 في 4 فوت اللي هو البعد العمودي على الرسم في 6 فوت اللي هو طول الجزء المعرض للسائل. يطلع لنا الواي ار مقداره 4 فوت. هسه شو نسوي؟ راح نرسم الفري بودي دايجرام. فعندنا الشد بالكيبل بالاعلى، الوزن يوقع على بعد 4 فوت، والاف ار ايضا على بعد 4 فوت ولكن من سطح السائل الحر. الوزن على بعد 4 فوت من بدايه البوابه، والاف ار على بعد 4 فوت ولكن من سطح السائل الحر. هسه راح ناخذ مومنت حول هذا الهنج. ذراع الاف ار معلوم، ذراع التنشن معلوم، ذراع الوزن راح يساوي لنا بهالشكل نحسبه اللي هو المسافه منا لهنا. نمد هذا على استقامته، هذا الخط خط عمل الوزن. فايش يساوي لنا؟ يساوي لنا هذا الوتر معلوم مقداره 4 وهاي زاويه 60، فيكون ذراع الوزن هو 4 كوساين 60. فناخذ مومنت حول الهنج ونحسب مقدار الشد بالكيبل، يطلع لنا 1350 باوند.